المشتركة. نحن في فيزا تعلمنا في خلال هذا الوقت أننا شركة عالمية لها شبكة عالمية، ونحن بحاجة لأن نتكيف مع الحلول التي تحتاجها البلدان. ونحن شركة كانت تركز على محاولة اعتماد نماذج للعمل تقدم هذه الحلول. وأود أن أقول أن مصر واحدة من البلدان التي كانت محل تركيزنا، وكنا نحاول أن نكيف تكنولوجياتنا بما يتوافق مع السياق المحلي. ونحن على يقين بأن هناك التزامات على مدى 5 سنوات القادمة، لأنه سيكون هناك استثمار بقيمة 50 مليون جنيها مصريا، وهناك نجاح كبير في تسويق منتجات فيزا لعملائنا هنا. بالطبع هنا الدولة ملتزمة بالمضي قدما. من منظور خاص نحن نفكر في القطاع غير الرسمي، ونحن نفكر في كيفية تصميم حلول يمكن أن تدفع قدما بتسويق هذه الخدمات وسط الأشخاص المتابعين للقطاع غير الرسمي. ولن يتحقق ذلك إلا بالتركيز على الحلول المستدامة. ومن المهم لنا أيضا أن نوسع مجال هذا السوق. نحن نحاول أن نحدث أثرا اجتماعيا وشمولا ماليا، والنظر في كيفية تعزيز القيمة في هذه الشركات بحيث تستمر في الاستثمار. لكن ليس هناك من طريق سهل ومختصر لهذا، لكن هناك دروس استفدناها من بعض البرامج التي كنا نمولها والتي شاركنا فيها وأطلقناها في حوالي 60 بلدا حول العالم. كلما فهمنا أكثر كيف يمكن أن ندفع بتغيير سلوك الأفراد وأصحاب المشروعات، كلما كان هناك تحسن أكبر. على مدى البضع سنوات السابقة حاولنا أن نفهم أكثر فأكثر في هذا المجال وسلوك المستهلكين وأصحاب المشروعات، وكيف يمكن أن يتعاطوا مع مسألة المدفوعات الرقمية. أعتقد أن الدروس المستفادة خرجنا بها بعدة أمور وأفكار. أولا، الأشخاص حول العالم يديرون أموالهم بهمة ونشاط، وهناك تفاؤل بشأن المستقبل. إدارة هذه النقود قد يكون في شكل السيولة، لكن الأفراد على دراية بما ينوون فعله وكيف يفكرون في. نحن نحاول أن نفكر كيف يمكن أن نصمم المنتجات التي تلبي احتياجاتهم اليومية، لأن الأفراد على دراية ووعي بما يحتاجونه تماما. الاستنتاج الآخر أن هناك كثير من الارتياح تجاه استخدام التكنولوجيا. تقريبا في كل بلد حول العالم هناك إقبال متزايد، لكن هناك تعقيد ينطوي عليه هذا الأمر. هناك استخدام التكنولوجيا في حد ذاتها ينبغي أن تكون التكنولوجيا بسيطة. أيضا مسألة تكييف وأقلمة هذه الخدمة أمر مهم للغاية، ليس فقط لغرض المدفوعات، وإنما أن يكون هناك تلبية لحاجات الأفراد. مثال حي على ذلك، أعتقد أنه في جانب المشروعات أو الشركات، لا تتجه هذه الشركات إلى خدمات المدفوعات الرقمية لأنهم لا يعلمون عنها ولا يعلمون أنها يمكن أن تلبي حاجاتهم، ويمكن أن تسرع من العمليات فيما يتعلق بتدفق النقد والائتمان، ويتخيلون أن هناك رحلة طويلة حتى يتمكنون من الاستفادة من هذه الخدمات. أيضا هناك عنصر اجتماعي مرتبط بمسألة استخدام الشؤون المالية في المدفوعات، ويمكن أن نراه متمثلا في القطاع غير الرسمي. ينبغي أن نجد طريقا لأن نقدم مثلا الإقراض الجماعي، فمن التحديات المتعلقة بالخدمات الرقمية المالية أنه هناك عدد من العناصر يمكن أن نزيد من كفاءة المدفوعات من خلال الخدمات الرقمية. أمر آخر تعلمناه وهو
أثر المرأة في هذه المجتمعات ومدى تبنيها لهذه الخدمات. ينبغي أن نسوق هذه الخدمات وسط صفوف النساء. من البرامج التي سمعنا عنها هنا في مصر هي تمويل المتناهي الصغر للمرأة في نعتقد أن هذا من ضمن الجوانب المهمة في هذا الصدد. كل هذه العناصر إذا ما أخذت سويا وكل ما أجريناه واستثمرناه في بحثنا مؤخرا عن كيفية تصميم منتجاتنا على نحو فاعل. المسألة ليست فقط تقديم الخدمات وإنما تصميم الحلول التي تلبي الاحتياجات اليومية، وأعتقد أننا نحقق نجاحا على هذا الطريق. أود أن أنتقل إلى السيد شون مايل وأود أن أسأله ما هي مكونات يعني على مستوى الدول الضرورية للبدء في الانطلاق في استراتيجية تهدف إلى التنفيذ الفعال والفعلية على أرض الواقع للشؤون المالية؟ ما الذي تحتاجه الحكومات أو تمتلكه الحكومات من أجل تحقيق هذا الهدف؟ شكرا لك للشرف الذي منحتموني إياه على المشاركة. أعتقد أن هذا السؤال استراتيجي ومهم ومهم طرحه على شركة ماستر كارد، لأن ما أدركناه أنه من كي تتمكن الحكومات من إحراز هذا الهدف، أولا الشراكة مع القطاع الخاص أمر حيوي للغاية كما ذكر زميلي ستيفن، رفع مستوى استخدام التكنولوجيا للتعامل مع رغبة الحكومات في تعزيز الشمول المالي وذلك من منظور تجاري. والسبب من التعامل مع هذا الأمر من منظور تجاري هو أن ذلك يتيح لنا كمنظمات أن نستفيد من أفضل التكنولوجيات المتاحة وأفضل الآليات التي تتمتع بفعالية التكلفة بحيث يمكن أن تساعد الحكومات على إحراز هذا الهدف. جزء من ذلك هو أن نفهم طبيعة كل قطاع نحاول التوجه إليه ونساعد الحكومة على ذلك أيضا. هناك الكثير من المصطلحات التي نستخدمها للحديث عن الذين يبتسمون بالإقصاء المالي، قاعدة الهرم مثلا. في الحقيقة نحن نشبههم بعدد من المصطلحات، وتسنت لي فرصة من عدة أيام أن أزور الأهرامات العظيمة بمنطقة الجيزة، وبينما كنت هناك لم تتسنى لي الفرصة لأن أتسنى قمة الهرم، لكني أمضيت الكثير من الوقت عند قاعدة الهرم. وقال لي المرشد السياحي أن هناك الكثير من هم حول قاعدة الهرم، كان هناك بعض الأشخاص الذين يحاولون بيع بعض التذكارات والهدايا. شخص لم أستطع تجاهله أقنعني بأن أتسنم الجمل، أركب الجمل، وفي الحقيقة ضحكنا كثيرا واستمتعت كثيرا والتقطت عددا من الصور التذكارية، وهذا كانت تجربة ثرية بالنسبة لي. لكني أدركت من ذلك أن هذا الشخص الذي كان من الصعب تجاهله هو عميل يمكن أن أحاول أن أجتذبه، إنه رجل صاحب مشروع وله خطة تسويقية. هذه تجربة ثرية بالنسبة لي لا يمكن نسيانها، وهو في موقع متواضع جدا. أنا بحاجة لأن أتفهم ذلك القطاع الذي أحاول أن أجتذبه وكيف يمكن للحكومة أن تفهمه أيضا. هذا هو ما يحدث الفارق، وهذا هو ما كنا نحاول أن نفعله من خلال إجراء الأبحاث، تصميم التكنولوجيا على نحو يمكن أن يجعلها فاعلة ومفيدة بحيث يمكن للتاجر متناهي الصغر والعميل أن يستفيد منها. هذا هو الجزء الأعظم من العملاء حول العالم، هؤلاء الذين يمكن أن يستفيدوا من الخدمات الاجتماعية. أولئك الذين يقولون يمكن أن نقول أنه بسبب هذا المنتج أنا أتواجد الآن. لدينا تجار متناهي الصغر في مختلف أرجاء العالم يحاولون الوصول إلى التكنولوجيا لكي يتيسر لهم
أن يقوموا بمدفوعاتهم، والآن يدركون أنه باستخدام هذه التكنولوجيا يمكن أن يحسنوا من أعمالهم التجارية أو مشروعاتهم، ولكنهم يمكن أن يتخوفوا من أن تنتقل مشروعاتهم إلى القطاع الرسمي وتخضع للضريبة، وهذا تخوف حقيقي، لكنهم يمكن أن يدركوا أنه مقابل ذلك يمكن أن يحصلوا على خدمات أفضل وسجل عن مشروع رقمي، ممكن لذلك أن يجعله يصل إلى الائتمام. يمكن أن أذهب إلى البنك وأقول كذا بالمئة من مشروعي يتحسن من مشروعي ولدي كذا من النقد، وبالتالي أنا جدير بالائتمان، أتمتع بجدارة ائتمائية. نحن نعمل مع الحكومة للتعامل مع مشاكل اقتصاد الظل، وكيف يمكن أن نعمل على إطفاء الطابع الإلكترونية على عمليات الحكومة والمدفوعات والمدفوعات من صغار التجار للانضمام إلى القطاع الرسمي. هذا يتطلب فهم طبيعة العملاء الجدد وأصحاب المشروعات الصغار، وكيف يعملون وكيف يفكرون وكيف يمكن أن نلبي احتياجاتهم واحتياجات الحكومة، والأهم من ذلك احتياجات المستهلكين. أي البلدان حظيتم فيها بخبرة بحيث يمكن أن تقول أنكم تمكنتم ونجحتم في إحداث شمول مالي وأحرزتم تقدما؟ هل لك أن تحدثنا عن تجربة نجاح؟ كنا نعمل على ذلك في عدة أسواق، مثلا من منظور مصروفات الحكومة بدأنا ننفذ ذلك في جنوب إفريقيا، نعمل مع نيجيريا، كينيا وغيرها من الأسواق عبر العالم على مسألة المنافع الاجتماعية. هنا حتى في نظام مرتبات الحكومة والعاملين بالحكومة الآن يحصلون على أموالهم ومرتباتهم بطريقة إلكترونية. من منظور التاجر المتناهي الصغر، نحن نعمل حاليا في الهند مع ائتلاف من صغار التجار، ونحاول أن نسوق هناك التكنولوجيا بحيث نكتذب هؤلاء التجار للانضمام إلى القطاع الرسمي، ونعمل أيضا في باكستان. وما نراه ونشهده أننا نحاول أن نرفع المستوى وعي كل سوق من هذه الأسواق، بحيث نلحظ أن هناك تحسنا في هذا الأمر، نستفيد ونرى كم يتحقق ويتسنى من منفعة من اكتداب هؤلاء. ننتقل إلى مايكل ويغان من بيليندا وجيت فونديشن، ونود أن نسمع منه كيف ترى إلى أفريقيا. هل لك أن تحدثنا بإيجاز عن كيفية استهدافكم لبلدانكم والنهج التي استخدمتموها، وما هي فلسفتكم في الصندوق؟ كيف تمكنتم من تحقيق تقدم في هذا الصدد وإحداث أثر؟ إذا استطعت أن تعطينا نبذة بسيطة لعدة دقائق، ثم سننتقل إلى معالي الوزيرة لتختتم بنبذة عما يحدث في مصر. شكرا لك سيدي المحافظ، وشكرا للتحالف الدولي لشمول المالية على هذه الدعوة الكريمة، وأقول أن الشراكة مع التحالف هي شراكة هامة من أجل تعزيز المنتجات المالية. الخبر الجيد هو أن هناك دلائل واضحة بأن الخدمات المالية الرقمية تساعد المواطنين الفقراء للخروج من دائرة الفقر، وأن تحول دون رجوعهم مرة أخرى إلى الفقر، وزيادة الفرص والتوسع في تقديم هذه الخدمات أمرا مثبتا. ما يتطلبه الأمر لإحداث ذلك على نطاق أوسع هو السؤال الصحيح. لقد قمنا بتحديد 4 عناصر رئيسية مطلوبة حتى يمكن خدمة الفقراء. أولا، يجب أن تكون هذه الخدمات يمكن الوصول إليها، لها قيمة يمكن دفع ثمنها، وأيضا متواجدة في كل مكان. ولكن ما الذي يعني ذلك للقطاعات والشرائح الأكثر فقرا؟ فيما يتعلق بفرص الوصول وإمكانية الوصول، الأشخاص غير القادرين على التنقل، وأعتقد أن المرأة والنساء هم الأكثر استفادة من
الشمول المالي إذا ما أتيحت الفرصة. إذا كيف الوصول إلى الخدمات مثل كينيا على سبيل المثال، الدول متوسطة الحجم قد نحتاج إلى مئات الآلاف أو أكثر من النقاط المركزية منتشرة على كافة الشرائح والمصارف وماكينات الصراف الآلي حتى نستطيع أن نخدم الشريحة شريحة الفقراء. أما من حيث القيمة، فئات الفقراء هم الأكثر استخداما للنقد ويعملون به بشكل تقليدي، لذلك نحن نحتاج إلى عددا من اللاعبين من أجل خدمة الفقراء وتحفيزهم، ونقوم باستهدافهم وتقديم خدمات تستهدفهم في المقام الأول من أجل تيسير حياتهم وجعل الأمر أكثر إنتاجية بالنسبة لنا. ليس فقط المدفوعات سيدي، ليس فقط خدمات المدفوعات، أليس كذلك؟ كيف يمكن لخدمات المدفوعات أن تجعلهم أكثر ثراء إذا ما فهمتك؟ حتى خدمات المدفوعات، على سبيل المثال قابلت مزارع في كينيا لديه بقرتين ولكن لديه ثلاث بطاقات سم ولديه كروت وبطاقات للقيام بمدفوعاته، لم يحتاج إلى على سبيل المثال جمع أمواله من الأشخاص الذين يقومون بشراء اللبن البقرتين اللتين يوزعهما، واستطاع أن يركز وقته على الخدمات الإنتاجية. حتى الطرق الأولية من أجل المدفوعات ثبت أن الشمول المالي يؤدي إلى تعزيزها. الأمر الثالث فيما يتعلق ب أن يكون قابل لدفع ثمنها أو تكون سهلة أو بسيطة التكلفة، هذا الأمر خاص بالمصارف. على المصارف أن تقوم بتوفير منتجات مالية مختلفة تتلائم وتتناسب مع احتياجات كافة العملاء، ونحن نعلم أن النظام المصرفي أكثر ارتباطا واتصالا، ولكن عليهم أن يقوموا بابتكار الكثير من الخدمات التي تلبي احتياجات الشرائح المختلفة وشريحة الفقراء دون شك. أما الأمر الآخر فمدى جدوى هذه الخدمات، نحتاج إلى أن نؤكد أننا نعمل على مجال الأمن الإلكتروني وأن نقوم بتبني النظم الموثوقة حتى أن نؤمن هذه النظم الجديدة ونضمن استدامتها. ولكن سؤالي لك سيدي، هل هناك أي شخص في البلاد المجاورة استطاع أن يقوم بوضع نظاما للمدفوعات عبر الهواتف المحمولة وتوسع فيه حتى يكون خاص بالائتمان والقروض؟ نعم، لدينا نظام أكبر بعد وضع نظام المدفوعات، ينتقل الأمر إلى مدفوعات الائتمان والإقراض والقروض، وحتى في النماذج المبتكرة للأعمال في كينيا وهي مثالا أعطي، استطاعوا أن يقوموا بشراء الشرائح والألواح الشمسية من أجل بيوتهم بدلا مما كانوا يقومون بالدفع النقدية من أجل شراء الكيروسين على سبيل المثال. إذن هي وسيلة استطاعوا أن يحصلوا عليها بمزايا ملموسة، وهو أمر طبيعي يأتي بعد النظام المدفوعات. شكرا لك سيدي.